عندي قناعة إنه هذه الأرض أرضي وهم محتلين وكل بداية إلها نهاية، لابد ما يجي يوم هذا الاحتلال إنه يزول، فمن شان هيك أنا قاعد في أرضي وصامد في أرضي. في منطقة اسمها منطقة واد الحسيني، منطقة مغلقة لها 18 عام ولا سيارة تدخل علينا ولا حتى بعض السكان بيجوا يعني يزوروا من اعتداءات المستوطنين عليهم. 24 ساعة يعني دائما قاعدين في بيتنا في أرضنا، هذا وطننا، أرضنا، زيتوننا. الاحتلال بحاول ترهيب وترغيب، إذا شافك ضليتك صامت في أرضك وهذا الحال بعاود يبتعد عنك، بعرف إنه أنت متمسك في هذه الأرض وفي جذور هذه الأرض. أنت لما بتفرض الزيتون وبدك تنقله وتطلعه ممكن إنه يجي الجيش، تعال هذه الأكياس شو فيها، يكب لك الزيتون، يقعد يفتش فيه، وهو بيبقى عارف إنه في قلبه الزيتون، ولكن هو منشان يهجرك أو يخليك تهرب من الأرض. شجرة الزيتون إن هذه جذور الأرض الفلسطينية الحقيقية، شجرة الزيتون هذه مثلاً عمرها 1200 سنة، هذه شجرة بتعز علي، أرض بتعز علي، ولا مرة بفكر إني أترك هذه الشجرة، حتى لو رحت أنا رح يجوا أبنائهم رح يقطفوا الزيتون ويضلوا متابعين المسيرة ومحافظين على الأرض.